مع السلامه. كالعاده هاكي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديد كل يوم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقعد بحذيك؟ مرحبا. هيا دنا شويه. الله يبارك. السلام عليكم. شي احوالك؟ لاباس. سبا صحتك؟ سبا صحتك؟ الحمد لله. شي عامل فايق من كفايق دايخ شايخ؟ الحمد لله نحمد ونشكرو. بالمناسبة باش ما ننساش الموضوع، والله ثم شخص في تونس عنده محتوى محلي على الاخر اسمه صبر سيزار، وراني والله لا ما عمرنا حكينا معناتها في الدنيا معناتها، لانه صبر سيزار معناتها باش نحكي عليه ما عندي حتى مصلحة ولا هو قال لي ولا هجمنا. الشخص هذايا نتفرج فيه حتى في الباساجيت نتاعو في الراديو في كل شيء في محتوى نتاعو، قاعد يقول في كلام محلي والله، انسان ذكي قاعد يقول في الحاجات اللي ما نجمش يقولها حتى تونسي في الميديا. والله صابر سيزار سيرتو البريود هذايا راهو بالرسمي يبعث يوصل في ميساجات ويحكي في مواضيع بالرسمي تفيد المجتمع، تفيد المجتمع بطريقه غريبه معناتها، انه شخص يعرف ايش يحكي، يعرف ايش يناقش، يعرف ايش يتاكي، يعرف ايش يمس الموضوع. صراحه برافو صابر، والله تو نقول في الكلام وننصحكم تبعوه والله، وراهو انسان ذكي معناتها يفيق في الناس مواضيع وتفيق، وقاعد يعطيك في معلومات تفيقك ويمس في الحاجات اللي يمسها حتى تونسي توا ما رافيهم في الميديا، لا عمره ما حكيو في مواضيع تخص المجتمع ولا تخص الزوالي ولا تخص مهبول. نحكي وعدي والله بالرسمي نتفرج ونحس وقاعد يقول في كلمة حب نقول وانا وانا ساعات نحكي على مراقبة تسعة، نحكي على السويق، نحكي على غالية المعيشة، لكن هو صبر يمكن احكي خير مني برشا. برافو واصل وننصحكم تبعوه، ولا شخص يقول في كلام ياسر موزون وبرافو هكا، وقاعد يمس في المواضيع اللي مش قاعد اللي ما نحبوش نحكيو فيهم، اللي السيستم ما يخليش نحكي فيهم. ياسي الو الو نحكي وحدي يا حاج اهبلت فيك الله يا ابو يا ولدي سخانه سخنت سخنت اطلب ربي يعطيك برد يا ربي يعطيني برد اي تهو الله انا بعذبك شاء الله ترى انفخ علي انفخ ها انفخ علي باش نتنسم انفخ انفخ علي لازم نعدي هواء مروحة انفخ انفخ عاد المروحة ها ها انفخ علي معيك شلون نمروح عليك نمروح نمروح المروحة هذي او نجيب لك في الهويه تو فما واحد خير مني يجيب لك في الهويه. سينو الدنيا سخونه من غير ما نرفزو، لازم مش نرفزو. باش تحكي مع عادي تو باش نحكي مع لولو الفايق الواعي الراكز. يا بابا أه انا ولدك محمد. ايه مرحبا بيك، حاجتي بيك في موضوع 100% نحبك تركز لي فيه. هذا خير رب السلام ركز معايا ودور لي وفيق لي. الله يبارك قالوا له كي بدا يفيق هيا خدمني كالمخ هيا فيقهولي هيا فيق لي كالمخ مخ مريقل مريقل العائلة هيا لازمنا نتلاهو بيهم. العائلة مش عاجبتني يعني أنا ولدك العائلة مش عاجبتني. أنا بحس بيه عاود لي سؤالك من ناحيه ايش قال شو ما تكي ما عجبتش على مش عجبتني العائله مبعثره لا نفطروا مع بعضنا لا نقعدوا مع بعضنا لا نحكيو لا ناخذوا كلمه ما ننصحوش بعضنا نحن عائله بالكذب يا اخي. فما كبير الدار اللي انت هو انت كبير الدار ولا انت رجل الدار نورمالمون نشاوروك على كل كبيره وصغيره اي نعم ما المي ماشي تحت ساقيك العائلة قاعدين يلعبولك العائلة الكبيرة خوالي قاعدين يلعبولك في الكبير قاعدين يلعبولك تحت ساقيك
يعملك في سابوتاج مع نجات. يتكتك هو تو راهو مركز على الاخر قاعد يحسب فيها و... يعجبني كي يركز والله بهيلو كي يركز. نقر قد تقريب بابا مش فاك اشتعمل اشتعمل تخمم مخك تقلب بلي شارات يحكي تبا ماشي علاش يلعبولك على السبوتاج شنو عامل لهم انتي احكي 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 لي احكي لي ما عندي حتى شيء ما عندي حتى شيء من خدمه الدار والدار من خدمه هما قالوا لي انت عندك زيت شويه زيت شويه شو زيت شويه ما غير ما نحكي لك خاطر ما نجمش نحكي لك ما غير ما نحكي لك خليها في ستره ربي وين ماشي؟ زوج نخدم كثير ما توا. اقعد يا ولدي اقعد خلينا نهندسوا انا وياك تلقاو لهم حل. انا بابا ما نبيعكش ما نخليكش. هما عاملين لك سابوتاج مع نجات امين لقيلك انا قاعد نصب لك ولازم نلقاو حل باش نحيوا المؤامره هذه، مؤامره هذه. حبوا يعملوا عليك انقلاب. يحبوا يعملوا عليك انقلاب يعني وش عندي باش يعملوا انقلاب ما عندي شيء عندي كلمة يا ربي اي ما يحبوا يعملوا لك سابوتاج مع نجيت ونجيت ماك تعرفها كلمة تهزها كلمة تجيبها صحيح ولا صحيح صحيح مش نعيط يا نجيت تغش مش نعيط لما يتو فهمني ما يزماش تهرب منا المرأة نجيت وليت تحب تقعد في دار بوها لا والله على انت عامل الزايد انت لازم نخدم زي لما بينا يا ولدي لازم يعطيوك تريحه اقعد راي تعطيوك تريحه تعطيوك تريحه اوه يتيك تفوق بحبل بيزي يا بابا اوه بجد روحك انا الحبي راهو خالي غدار عامل حامي يا ولدي خالي غدار عطى دماغ الواحد كان هاريكا طيح له فمه شكون خالك؟ اي عطى دماغ الواحد طيح له فمه ويا لما يو ويا زبي رد بالك يعطيك وحيدة يجيبك مكبوب وهذا كنتي هذا عاز ربي صادق صادق انا من منيك بابا بابا اي نحبك يا صح وتركزني ما غير ما نسبوهم باهي هما يدوروا في نجاة عليك شي لازمك تعمل دور عليا عمال يلزمك تجيب نجاة عندك يلزمك تكون باهي معاها تدللها تقول لها كلمة حلو تقول لها يا حبي نحبك صحيت يلزم نرجعوها تجيب لها شوية غلة تفرح بيها تبنن بيها تدللها تبشبش بيها كيكة صحيح ولا انا لقيت لك حل اجي نترينيو توا احسبني نجات قل لي كلمه حلوه وي يا حلاوه يا حلاوه يا ليلي يا ليلي زينك يا زينك يروح تقول نجات يروح يروح ها لا بو جبتك لا بو زينك اي ما انت نجيت كي تقول لها يا زينك يروح خل خلودك تقول نجيت اكي يا نجيت بلا مساعدة يا نمك هاك انت قلت اكي ما عندي ما عندي كثير ولا بدي نمك نقدر ما اي احسب لي نجيت تقول لي كلمة حلو عميك الخلوز قاعد ميك قاعد ميك زبي يعني انا جيت ولدك جيت قوت لك وصبيت لك صبه تعمل لي هكا ابش نجي مع اخواني ونعمل لك سابوتاج مالاي ابش نمشي معاهم نعمل لك سابوتاج يا عليك خير تعمل رزت من سلمك يا عليك
نادين امك. بي 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 وسع بالك. انا بس الكعبة. بي وسع بالك وسع بالك. الدنيا سخونة وما توترش روحك. طيب. الدنيا سخونة سخن روحك. يعني تي تو انا جيت معاك انا ولدك محمد جيت معاك ما خليتكش يدوروا عليك. انا سير نجري على ولدك. لاباس. تبينك يا ولد. وينك وينك؟ شكون سلم عليه؟ سيد علي الريح. علي الريح ولي؟ ينفخ عليه ريح انا ايه ريح يا ميمتي قاعد معي قاعد يا ميمتي يا ميمتي شو هذا الدكتور؟ اي وينه ما ثم حتى حد وينه الريح هذا؟ هربتني سقي على من راسي نجري طلع فما شيء وانا نعيط في الشارع علي الريح علي الريح والعباد تخسرني مهبول سلواني طاح وانا نجري سلواني طاح طاح بالخوف ما نحبش نقول لك عملتها لروحي بالفجعه فهمتني علي ما غير ما نغشو خدير عملك سابوتاج نسيبك سامع ممتاز علاش عبدو يا خويا يحبوها تاخذ راجل اخر حبي يكون الدورة مش في خوضة وانتي ريقت انا ريقت انا كبير راجل كبير ليه ما زلت تطنطن هي انا جيت قالت لهم نحبو ما نسيبوش هما قالوا لها ابعد عليه نجيت قالت مستحيل نسيب علي قالت نموت علي قالت لي عيني هذاك تحبك يا خويا تحبك يرحم والديك اما هما قالها ابعد علي ما عندوش شعر انت هذا كلام امهم قالوا ما عندهم ما عندوش شعر اصلا انت هذا كلام امهم قالوا ما عندوش شعر اصلا اسمع اي هذاك علاش تبعد عليك؟ انا سير بالوالية انا نزيد وديهم ما بيحب كنيسة هاي خل نقصد ربي تحب تقعد بحذاك يقعد انا نحب نقعد بحذاك نحكي لك اما انت تحسك متقلق مني انا نخلق منك لا بوسني لا شيء ها مول عيالي ما حكيتلكش انا لا لا يمو ضرب برتو عياري اي شدوه نسيبو ربطوه بحبل وعلقوه فوق السطح وبداو ينتشولو في شعره بالشعره بالشعره يا اخي هو حب يفلم عليهم جاي نقص يضرب نسيبو زلق جاي في وسط قلته حب يعطيهم قص جاي في وسط قلته سريرو طاح يا ذا عاد هو اسمع هو جيب شي عاود يعطي كف وضربوه بطماطم على راسه بدا يضربوا فيه بالقرع مسكين حلوا فيه فتريه يا ذا عاد والله مرقه خضره بالطماطم وخلي يا ذا عاد الدنيا سخونه اخويا حاسيلو شد بلاصتو وركح يا لولو العبس العلوش والله والله طلع قد ايه العلوش والله قد ايه والله يعني بثلاثة ملايين والله فما علي ليش بثلاثة ملايين بجوز ونص ثلاثة ملايين علوش قطوس يعني والله قطوس 900,000 900,000 ما يوزنش 5 كيلو والله ثم قطعت سبعة سبعة كيلو تقول 800,000 900,000 عليا ما تقوليش علفة ونحن غليت أنا غليت العلفة يا وخي وأنا غليت شنو تغلى 10,000 تزيد تزيد 500,000 إيه ما أقعدوا فيها العبيد ماشي معايدة العبيد ماشي معايدة أنا والله قاعد نشوف ما عمري ما حكيت عنهم حكيت سنين العبيد برسم راه فيها زبيولة ما عمرهمش قادرين يمشي يعدوا بلكيجي كان هيك قال لي روح عبيد ماخذ قرضات يقعدوش ليه معناها ترهن روحك وقعدوا فيها خليهم عايش
ربيعهم برا تبيعوهم الحم بعديك بالسوم اللي كنتوا باش تبيعوه المواطن برا بيعوهم الحم. والله يا علي تزيد شويه علفه يزيدوا 500,000 شويه لوجي كمان. ما هي راهو عباد زوين ولا راهو انت كي جيت تقول له يشد يسرك على علوش ما يوزنش 10 كيلو تقول له 900,000 مليون تاع شنو؟ تاع شنو يباع بالي في انترنت علوش؟ شنو اللي ميتي ما فيهش الحم؟ شويه منطق كمان دير رزير السوفر زين منه. والله يا علي شيء نطق قزمان العلوش مليون و500 وزملين وثلاثة. لا خويا قزمان نشري أرخى خير أرخى هو البقرة حاشيكم والعجل نشري عجل خير يا معلم مليون ونص ما خسوية الحم مع مزلزلة هكاو يا رحماتي. والله العبيد ما عادش قادره باش تشري حرام عليكم. والله ما تقوليش ليا وعلفه غيث يا ولدي مهما تغلى يا ولدي نحن من الف من اول الدنيا رانا عندنا عيد راهو علاش كل عام يزيد مش تشيشه يزيد برشا ولا متسينس كل عام كل عام نفس الجمله نقولوا عيد غالي علوش غالي نار فما معقول ثم زياده معقوله توا الناس قاعده تزيد بصوره مهوله سعر العلوش يتعدى على اربع عيدين اربع وهذا يبيع لهذا هذا يبيع هذا هذا وكل واحد فيهم يحب يروح 200 دينار تلقى روحك العلوش ما بعثكم ربحين فيه 800 وهو سمو يسوى 500 مليون علي يا معلم تخلي عندك جمعه تجي تحكي لي بلغه الشفلاح العلفه غلط انت يا انت عمرك ما ربيت علوش تشي علاش قبل العيد بشهر وتمشي تبيعها وتبدا تحكي بلغه فلاح نحن عندنا عقليه يلبس تربوشه في تونس يلبس تربوشه وقشبيه في السخانه ويعمل روحه فلاح ويبدا يبيع في العلاش بالملايين وتخاف يما العياري يبيع في العلاش ولا عياري قالها ما عرفش مليون شدوه فكلوا علاش وربطوه مع برك القرد غطسوه في حوض الماء وبدا يبعبع مسكين حرام عليكم ولا شيء نطق خويا انا واحد الناس نحكي باسم الزوالي يزيو راهو فما عباد زويولة تقول تشلز وتشيشلي على صغار راهو انا واحد الناس كنت صغير كي ما ياخذوش دارنا ما ياخذوش علوش نحسها راهو كي راه صغارنا ما ياخذوش ما ياخذوا علوش وانا نقعد نغزر نبدا نغزر لامي نسخف فيها باش تاخذ لنا علوش دونك امي تحن تقطع من لحمها وبابا يقطع من لحمه وياخذوا لنا في خاطرنا نحن راهو مش مطمع في اللحم تي اللحم ناكلو هي راهو الناس تحط الدجاج تحط اللحم ناكل الدجاج اما معناتها في خاطر صغار معناتها فرحوا العائلات ترى الزويل يبدا حارته حليله حبيش علوش ما تكسرش بخاطره ما يسالش ربي بيع له علوش بسوم معقول هو انت باش تبيع له بسوم معقول ماكش باش تخسر مش ترى واحد ما في حالوش والله يبيع له كيما تحب ما يسالش هو يحب ياخذهم ترى الزويل يعلم بيه ربي ومعاه صغار باش يفرحهم ما تكسرش بخاطره بربي حرام والله حرام هاي يعني نقصد ربي يا خب عليه يا عبد الخال يا ودي ماشي نشي نصطاد قطوس العيد غالي نمشي نشي نصطاد قطوس خير عاد ما عادش نخر تاع العلوش بغيت نخر تاع القطاطس تاع نلقاش قطوس نربيه معاه ونكون ناكلو شويه سلامي ونعيد عليه وين مراقبة الاسعار وين حتى ما حدش دخلنا مراقبة الاسعار في الاسواق تاع الليلش حاسين ان شاء الله ربي يجيب لكم القسم وقتاش هو العيد؟ العيد مازالوا جمعة جمعة انا اخويا خذيت في حياتي خذيت في حياتي خذيت على حمامة باش نعايد على حمامة ما اسخرت على حمامة لا عندك الحق يا ودي قل لهم اخسوا في الاسفين قل لهم تيقعدوا لكم العلالش والله ما يقعدوا لكم تيقعدوا لكم على الرقبة اقعدوا انتم غليوا 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 وابدا عايط عرفة غالية علينا عرفة غالية يا ولدي انا عارفة كي العلوش كي توزنوا كي انت كي نقيسوا بسوم سوم الحم انت ب 40 دينار ولا 37000 ب 40 دينار يا معلم هو 40 دينار 10 كيلو 400000 انت تقول له 800000 العلوش هو 10 كيلو 400000 100000 دواره 500000 تقول له 800 العلوش يعني ربح في 300 ولا 400 يا معلم تحب تربح في علوش حق العلفه نتاع ليش كل معلم يزيني شيء نطق والله انا يدي العبيد زويله والله يا بهم ربي هاي كلنا زويله المحل هيا خلينا نقصد ربي هاي عندي حمامه نمشي نعلفها باش نربحها في العيد هاي هيا باي 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 باي